من منا لم يشاهد مسلسل باب الحارة وانبهر بهندسة بيت أبو عصام وتفاصيل الحارة الشامية العتيقة بعد أن عادت الدراما السورية بريق البيوت الشامية؟ للبيوت الشامية العتيقة نسيجها الخاص تحتفظ بعبق التاريخ، تتميز بنسيج معماري وتنسيق هندسي دقيق، كما لا يخلو ركن أو جدار في المنزل من الزخرفة التي تميزها عن سائر البيوت، بالإضافة إلى تنوع مواد بنائه كالطين الأحمر والخشب والحجر، بحيث توفر الرطوبة في الصيف ودفء الحرارة في الشتاء. تجمع البيوت الشامية السحر الخارجي بجدرانها العالية، بينما تخفي الأبواب خلفها أسرار بنائها بتفاصيل دقيقة. تنتصب تلك البيوت فاتحة أبوابها الكبيرة للدخول عبر مدخل ضيق يتسع لشخص واحد لحفظ خصوصية العائلة. ينفتح المدخل على باحة يليها المطبخ، ومدخل يقود إلى غرفة المؤن، وبقربه يكون الحمام. بينهما يقبع الدرج المؤدي إلى الطابق الأول، مستقر أفراد الأسرة وغرف نومهم. ينتهي الدرج إلى رواق تطل عليه الغرف الخاصة بالضيوف، الذي يطل بدوره على الفناء المركزي أو ما يسمى بأرض الديار، وهي باحة سماوية كبيرة تتوسطها نافورة رخامية تحفها أشجار الليمون والنباتات العطرية كالياسمين المنتشر في جميع البيوت القديمة، حتى بات يسمى بالياسمين الشامي. لم تجمع الشام سحر الشرق وأسراره مصادفة، فقد حظيت هذه المدينة دائما بمكانة مميزة في كل الإمبراطوريات التي تعاقبت عليها، بداية من الرومانية وصولا إلى الخلافة العثمانية. من أبرز ملامح البيوت الشامية التقليدية الدار السماوية وبركة المياه والإيوان، كما شاع في القرن التاسع عشر الطراز المعماري الأوروبي والإيطالي، فجاءت نوافذها وشرفاتها مفتوحة على الخارج. بحكم انتشار الدراما السورية في مختلف أرجاء الوطن، صارت البيوت الشامية وجهة محببة للسياحة، فتحول بعضها إلى فنادق أو مطاعم أو أماكن لتصوير دراما البيئة الشامية، ومنها ما صار متاحف لتعريف الزوار بتراثها وعراقتها، كما خضعت لإشراف جهات حكومية أو وزارة الثقافة. لا تزال بيوت الشام العتيقة تحمل في جدرانها عبق الأصالة، وكأنك تعيش في زجاجة عطر ياسمين.